أهلا بكم. عادة ما يشكل التعرق هاجسا لكثير من الأشخاص لما قد يتسبب به من إحراج، ويهتم معظمنا باختيار مزيل العرق المناسب لحالته وبشرته. ونسمع عن الكثير من الأنواع، منها ما يقال إنها تؤذي البشرة أو تسد مسامها، ومنها ما يقال إنها آمنة، فكيف نختار النوع الصحي والذي يناسب نوع بشرتنا؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو هنا الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض الجلدية. دكتور أنور حياك الله. الله حيكم يا أهلا. واحد سعيد. صباح النور. بداية يعني أنا ودي أسألك عن الفرق بين التعرق والعرق الطبيعي، وكذلك لماذا له لون ورائحة مختلفة، ولكن قبل كل شيء كيف نختار مزيل العرق؟ البعض يختاره الأغلى سعرا، هل هذا صحيح؟ أول شيء قبل ما ندخل عن مزيلات العرق وهذا الموضوع، أحب أشكر قناة العربية على التجهيزات الحلوة ما شاء الله، والإعلام الجميلة، إعلام السعودية ومع الإمارات، الله يديم المحبة إن شاء الله على طول إن شاء الله. بالنسبة لهذا السؤال، طبعا توجد أنواع كثيرة ودائما هناك جدال، والناس تحب الجدال، هل مزيل العرق صديق للإنسان، هل عدو للإنسان؟ بشكل عام نقدر نقول كقاعدة عامة أغلب مزيلات العرق الموجودة في الأسواق، وخاصة أتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة، عندنا الحمد لله رقابة صارمة، سواء كان من دائرة التنمية الاقتصادية أو من البلديات أو من الهيئات الصحية، دائما المنتجات هل تكون موجودة تمر بمواصفات معينة بعد ذلك يسمح بتناوله، ودائما هم على تجديد. أنا مش موجود أني أدافع عنهم، لكن هذا ما يجرى في الأسواق. جميل. اختيار مزيل العرق، احنا لازم اول شيء نفرق بين الانتي بيرسبرانت اللي هو مضاد للتعرق، وبين الملطف اللي هو الديودرانت. وفي انواع تشمل الاثنين، تخفف التعرق الزائد وكذلك تعطي رائحه تكون جيده. احنا نختار بقى ازاي؟ يعني ايوه، لما نروح السوق في 100 نوع، امتى نقول ان احنا محتاجين حاجه ضد التعرق، وامتى نقول ان احنا محتاجين ملطف؟ احنا لازم اول شيء بعد ان نبين ان التعرق هاي تعتبر حاله فسيولوجيه طبيعيه عند الاطفال وعند الكبار. لكن لما اتكلم عن فرط التعرق، يمكن سالنا هذا السؤال قبل الدخول للحلقه، يقدر يلبس إيه؟ كندوره او دشداشه او ثوب. الكندوره يقدرون، بالعكس اللي يخافون من لبس الالوان الداكنه. لا، ما في الحين مثلا الابيض ما عندك مشكلة. صح، لكن مثلا بالصيفي في الوان، الناس يلبسون اصفر، يلبسون هم محرومين، مساكين اللي يعانون من فرط التعرق بالضبط. محرومين من الالوان الداكنة. الرصاصي لا تلبسه بالضبط، الالوان الداكنه بشكل عام، فهذه اللي يعانون من فرط التعرق. ايه؟ هذه حاله مختلفه تماما، والحمد لله توجد اختيارات كثيره. سواء من الاشياء اللي موجوده في الاسواق، نتكلم عنها شنو؟ ايه؟ مثلا عندنا من ابتداء من الاشياء الخارجيه، الانتي بيرسبرانت اللي فيه املاح الالومنيوم، وهنا طبعا الجدال كان هل املاح الالومنيوم او الالومنيوم كلورايد هاي امنه استخدامها. شافوا في بعض الدراسات الافتراضيه قد يكون لها علاقه بسرطان الثدي، لكن اثبت يعني معهد الدراسات المتعلقه بالاورام في الولايات المتحده الامريكيه ما في علاقه بين الاثنين، وهيئات كثيره، لكن دائما الناس تعرف تحب شويه مجلس في هذا في القهوه لما خلصوا من هذا الموضوع، موضوع السرطان، دخلوا موضوع ثاني اللي هو الزهايمر. الزهايمر الحين كلنا نعاني من الزهايمر عندنا صغار وكبار، بس في بعض الاشخاص بيرجعوا الموضوع انه ممكن يكون في سرطان الجلد او تؤثر، بما انه التعرض بيكون مباشر لهي المواد فبيخافوا من سرطان. لا لا ابدا، الجلد لا، بالعكس هذا اختصاصنا احنا كاطباء جلديه، يمكن جميل. نقول سرطانات اخرى يعني فيها تخصص، لكن ما في اي علاقه بين الالومنيوم كلورايد والسرطانات. وللعلم الماده هذه استخدمها انا في العياده لتوقيف النزيف احيانا، فهي ماده جيده، لكن مشكلتها التحسس. البعض ما يتحملها وتعمل، ممكن يعمل المنتج ممكن يعمل تحسس، فما نسميه بالاكزيما التلامسي، هذا موضوع اخر، اللي يتحسس منه طبعا يبتعد عن هذا. خلنا نمشي خطوه خطوه دكتور. أوكي. انور الان الملطف او الديودرنت، نعم، ملطف التعرق، ايهما نختار؟ انت قلت لي اللي ترتاح. بالضبط، احنا سالنا كقاعده ليه؟ عامه، سواء كان الملطف ولا كريم الواقي من الشمس ولا المرطب العام، طالما شيء يناسب بشرتك، ما عامل لك اي مشكله، ما عامل لك اي تصبغ، ما عامل لك اي تحسس، وطبيا انه ما في اي ضرر، استخدم هذا، مش بسعر المنتج، ولا لازم المنتج تجيبه والله من بريطانيا ولا تجيبه من امريكا، ولا لازم تطلبه بالانترنت، شيء تستعمله ما مسبب لك اي مشكله واصل عليه، لكن اللي عندهم حساسيه هذا موضوع اخر، هني طبعا احنا كاطباء نرشدهم، دوروا لكم الشيء البيولوجيكال، بعض الامهات مثلا للاطفال، الاطفال اللي عمر 9 سنوات، تعرف هذا العمر شوي احيانا الروائح غير مرغوب فيها، ممكن استخدام نوعيه تناسب هذه الفئه العمريه. هل من الطبيعي انه يكون الطفل عنده رائحه
رائحة أذن؟ نعم نعم ممكن ممكن عندهم سواء سبحان الله روائح مميزة للأطفال، لكن نتكلم عن رائحة غير طبيعية اللي تكون بسبب الفطريات، وهذه كذلك نقطة مهمة. هل أتأكد أن منطقة الإبط فيها فطريات فيها بكتيريا؟ للعلم أن كل إنش مربع في منطقة الإبط ملايين البكتيريا اللي عايشة بأمان وما مسببة أي مشكلة. بس اللي عندهم فرط مسالمة دكتور يعملوا إيه يعني؟ وكمان اللي عندهم لون في العرق زي ما احنا ذكرنا، ممكن نحن نستخدم مواد طبية من الصيدليات بدل ما يكون من الأنواع المختلفة الموجودة؟ هو المعلومة اللي في ديودرنت طبي بعد طالعين صحيح. المعلومة اللي حب يعني هي قدمها للمشاهدين، تدرون أن العرق ما في رائحة؟ العرق ما في رائحة. علم من وين تير رائحة؟ تير رائحة من البكتيريا اللي موجودة. العرق لما يكون يتفاعل مع البكتيريا تطلع هذه الروائح الغير مرغوب فيها. لذلك أول شيء مهم أن نعالج أي خلل طبي موجود. لذلك أحيانا بعض أنواع البكتيريا تسبب لون مميز، يا يكون اللون الأصفر يا اللون الوردي أو الأحمر. لذلك أني لازم أعالج المشكلة الأساسية. نروح نذهب إلى العلاجات الشعبية اللي هي الشبة ما شبة بأنه يسكر لك المسامات، هل هذا طبيعي؟ هو نعم في بعض الأشياء الطبيعية اللي مرتاح، وللعلم أن البعض مو مشكل حد يتحمل الشبة، هي نفس الفكرة. في بعض الأملاح لما تنحط في هذه المنطقة توقف أو خلنا نقول تثبط أو تسد الغدد العرقية اللي تكون موجودة، لذلك إفراز العرق يكون أقل. لكن نرجع لنفس النقطة، هل أنا أريد أني أخفف العرق؟ هذيل بينفعهم اللي عندهم فرط في التعرق، ولا بس أحتاج شيء يعطيني ملطف رائحة؟ بعد إحنا ما نبغي المبالغة، إحنا لضايد خلينا نعرف شلون. هذه حالة فسيولوجية طبيعية. شكرا لك. يا هلا مرحبا. يعطيك العافية دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. شكرا. يا هلا مرحبا.